طبعا من حق كل واحدة فينا ان يكون ليها زوج، وربنا حلل الاستمتاع بأزواجنا كل الاستمتاع. مش لما يبقوا يجوا الأول نبقى نستمتع بيهم؟ كله بأوانه بإذن الله، وبالالتزام بشرع الله المتعة هتكون حلوة جدا في الحلال. بصي يا دعاء، غالبا دلوقتي أي حاجة حلال ما فيهاش أي متعة. الإنسان مهما غلط رحمة ربنا واسعة، و يعني ربنا غفور رحيم، والجواز الحلال يعني ممكن يصلح أي غلط، ودلوقتي ممكن ييسر الزواج على بعض، يعني مش لازم شقة غالية ولا مهر غالي ولا شبكة غالية، أهم حاجة إنه يكون الإنسان ملتزم. ربنا معاك يا دعاء، باي باي.